مساء الخير على حضراتكم، الف الف مبروك لنادي الزمالك وجماهيره ومجلس ادارته. لعبته من حق الجماهير تفرح، من حق الجماهير نادي الزمالك الحقيقه تبقى سعيده. زي ما انتم شايفين كده الرقص والغنى للصباح. ان شاء الله لسه الايام الحلوه بالنسبه لنادي الزمالك جايه اكيد بعد هذه البطوله، اكيد بطوله صعبه ووقت مر بيه نادي الزمالك في صعوبات في الفتره الاخيره. يعني الحقيقه كانت امور صعبه عليهم من خلال طبعا عدم استقرار اداري، من خلال وقف قيد، من خلال امور كثيره الحقيقه كانت صعبه على نادي الزمالك. البطوله اللي احنا بنتكلم عليها النهارده وحصول نادي الزمالك عليها اكيد هتغير امور كتير داخل نادي الزمالك في الفترات القادمه. وبالتالي انت ما بتاخدش بطوله، انت بتاخد احد بطولات افريقيا القويه، كانت بتسمى زمان كاس الكؤوس، دلوقتي الكونفدراليه الافريقيه. ودي المره الثانيه لنادي الزمالك الحقيقه بيحصدها على نفس الفريق. كان 2019 على يعني كانت موجوده قدام نهضه بركان، وللمره الثانيه الحقيقه كان فال خير قبل المباراه بياخدها برده قدام نفس الفريق ويفوز بهذه البطوله المره الثانيه في تاريخه. اكيد زي ما بقول لكم فرحه كبيره وقويه ومتعه كره القدم وشده الاعصاب اللي موجود فيها، بالرغم من انها فيها شده اعصاب وقلب بيقع وقلب بيقف وحاجات كتير بتحصل حقيقه اثناء اللقاء، لكن ما بعد الفوز وبالاخص لما تفوز ببطوله بيبقى الفرحه كبيره جدا جدا. ده اللي احنا شايفينه من خلال فرحه مجلس اداره نادي الزمالك واللعيبه والجماهير وكباتن مصر كمان في الاستوديو. الاهم ان مبروك لمصر، ده اهم شيء الحقيقه. احنا مش هنمشيها اهلي وزمالك، هنمشيها مصر. مصر بتكسب النهارده وان شاء الله مصر هتكسب يوم السبت القادم، وان شاء الله مصر بقى برضو هتكسب في السوبر الافريقي ان شاء الله بامر الله. فبالتالي الف مبروك لكل المصريين، الف مبروك بالاخص بقى لكل محبي نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك لفوز نادي الزمالك بالكونفدراليه الافريقيه. الف الف مبروك، ما عنديش كلام اقوله. هروح لكباتن مصر، يعني دول نجوم الكره المصريه حقيقه، اهلي وزمالك. كابتن رضا لعب في الزمالك ثم الاهلي، كابتن ابو الدهب لعب في الزمالك ثم الاهلي، وبالتالي عارفين قيمه الناديين الكبار وعارفين قيمه